معنا من أحد مراكز التطعيم في إربد مراسلنا أسامة المومني. أهلا بك أسامة. إذا بما أنك تتواجد في أحد مراكز التطعيم، لو ترصد لنا إقبال المواطنين حتى هذه اللحظة على المطاعيم، خصوصا وأنه يعني هناك خطة لتوفير حوالي 60,000 مطعوم خلال يوم أمس واليوم أسامة. نعم زيرالدا، إقبال جيد بحسب مديرية الصحة على التطعيم في هذا المركز الذي نتواجد به والذي تم البدء العمل به بشكل رسمي اليوم. هو المركز الرئيسي سيكون لمحافظة إربد في مركز إربد الثقافي في منطقة إيدون تحديدا. هذا المركز تم اختياره نظرا يعني للمساحة الواسعة داخله يعني الحفاظ وضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي. الدكتور علي الزيتاوي رئيس قسم الرصد الوبائي والتطعيم في محافظة إربد بين بأن كان هناك إقبال كبير ساعات صباح هذا اليوم من قبل المواطنين للحصول على المطعوم، وهم المواطنين المسجلين عبر المنصة 2100 شخص سيقومون بالحصول على المطاعيم اللازمة لفيروس كورونا في هذا المكان داخل هذا المركز من مختلف مناطق محافظة إربد. لكن الدكتور علي زتاوي بين بأن يعني كان هناك حقيقة ساعات صباح هذا اليوم أشخاص لم يلتزموا بالموعد المحدد للحصول على المطاعيم، ما أدى إلى حصول يعني نوع ما اكتظاظ على مدخل المركز، لكن الآن تم تنظيم الأمور وعادت بشكل طبيعي. في هذه الأثناء تقوم فرق من هيئة شباب كل الأردن متطوعين أيضا بتنظيم دخول عمليات الأشخاص الراغبين بالحصول على المطعوم والمتقدمين عبر المنصة. نتحدث أكثر عن المطاعيم وكيفية الحصول عليها في إربد وعن الوضع الوبائي. ينضم إلينا الدكتور علي الزيتاوي رئيس قسم الرصد الوبائي والمطاعيم في محافظة إربد. مرحبا بك دكتور. يعني لو تحدثنا بداية، كيف هي الأمور اليوم، كيف تسير الأمور اليوم وعدد المراكز المختصة بالتطعيم والمطعوم الذي يتم منحه اليوم؟ اهلا وسهلا فيكم جميعا يا سيدي. اليوم احنا بنعطي في اربد مطعوم الاسترازينيكا في جميع مطاعم اربد، مراكز مطاعيم اربد بنعطي استرازينيكا تبعين الجرعه الاولى. الجرعه الثانيه في عندنا اربع مراكز بيعطوا اليوم السينوفارم كويس، لكن المركز اللي احنا موجودين فيه اللي هو المركز الثقافي اليوم اول يوم تطعيم فيه، كان موجود على المنصه حوالي 2100 شخص المفروض انهم يجوا يطعموا. طبعا لحد الان احنا صرنا واصلين تقريبا نسبه 50% من الاعداد تم اعطائهم جرعات التطعيم كويس، لكن بالفتره الصباحيه المشكله انه الناس بتيجي كلهم الصبح الساعه 8 بدهم كلهم يطعموا مره واحده. ليش؟ لانه اللي عنده موعد الساعه 1 والساعه 2 والساعه 3 بيجي بكير بده يخلص موعده على بكير وبروح ما بيلتزم بالساعه، مشان هيك بصير في اكتظاظ. هذا اللي خلق لنا اول ساعه ساعتين من الشغل كان في فعلا في اكتظاظ على باب المركز. لحين ما تم تنظيم الامور اجت دوريه الامن العام وشباب كلنا الاردن بلشوا ينظموا بالامور، والحمد لله الامور هسه ماشي بسلاسه وبشكل كويس. نعم دكتور، ما المطعوم الذي يتم منحه داخل هذا المركز وهل هو ينطبق على كافه مراكز اربد وعدد المراكز في المحافظه؟ هسه عدد المراكز في محافظه اربد اللي عم بتطعم حوالي 15 مركز صحي، بالاضافه الى مركز مدينه الحسن ومركز الثقافي في اربد، يعني بصيروا حوالي 17 موقع بيعطوا مطاعيم. في منهم جزء بيعطي الجرعه الاولى، اللي بيعطي الجرعه الاولى بيعطي مطعوم استرازينيكا، وفي جزء بيعطي مطعوم الجرعه الثانيه. الجرعه الثانيه اليوم اللي بيعطوا مطعوم السينوفارم اللي هو السينوفارم الصيني. نعم دكتور، يعني اخيرا فيما يتعلق بفرق التقصي الوبائي والوضع الوبائي في محافظه اربد، كيف تقيم الوضع الوبائي؟ ما هي رسالتكم في مثل هذه الظروف؟ والله الوضع الوبائي في اربد يعني هو زيه زي بقيه محافظات المملكه، لكن بنقدر نقول الطف شوي، انما الوضع حقيقه هو مقلق علميا. يعني السلاله الجديده اللي هو سلاله اليو كي اللي موجوده عندنا في الاردن حاليا هي اللي عم تنتشر بكثره، وانتشارها موجود في اربد زيه زي بقيه المحافظات، هي يعني متركزه في عمان، وفي اربد تقريبا تقدر تقول هسه بالفتره الحاليه لنا اربع خمس ايام صرنا بالدرجه الثانيه. ليش كلياته؟ هذا بيعتمد على مدى التزام الناس في التباعد، في ارتداء الكمامه، في التعقيم واتباع وسائل الصحه العامه اللي تحكيها وزاره الصحه واداره الازمات. بالاضافه الى هيك انه عدم التزام الناس فعلا بهي الوسائل هي اللي بتؤدي للانتشار، مما ادى الى ارتفاع عدد الاصابات هسه حاليا، وصار في عندنا موجه جديده في المملكه كامله مش بس على مستوى محافظه اربد، ولكن محافظه اربد يعني بقدر اقول لك بكل ثقه انه وضعها بضل افضل من بقيه المحافظات، انما فيها انتشار ووضعها مقلق، ما بقول لك انه مريح. نعم.
نعم الدكتور علي الزتاور رئيس قسم الرصد الوبائي والمطاعيم في مديريه صحه اربد، شكرا لك. كما استمعنا زرالدا الى الدكتور علي الذي تحدث عن يعني الوضع الوبائي بشكل عام في محافظه اربد، وبين بان السلاله البريطانيه هي الاكثر انتشارا الان في محافظه اربد، حيث نتواجد نحن الان في هذا المركز الرئيسي، هناك اكثر من 20 فرقه تقوم يعني بتقديم المطاعيم اللازمه للمواطنين المتقدمين عبر المنصه، هناك يعني عمليات ووفق بروتوكول متبع يتم ادخال المواطنين والمتقدمين الى هذا المكان، اضافه الى هذا المركز هناك اكثر من 10 مراكز في مختلف مناطق المحافظه تقوم بتقديم المطاعيم، من بينها مركز في مستشفى الامير راشد العسكري ومركز في مستشفى الملك عبد الله المؤسس طيب الجامعي. نعم أسامة. هذه المستشفيات ايضا الان تفضل اكمل أسامة. نعم زرادة، لكن وددت السؤال عن زرادة الان حقيقه نعم عن سؤال عن مطعوم استرازينيكا أسامة، يعني ذكر ضيفك منذ قليل بأنه تم توزيع لقاح استرازينيكا في إربد، وبالتالي كيف هو الإقبال على هذا اللقاح؟ لأنه هناك تخوف من بعض المواطنين بخصوص هذا اللقاح، على الرغم من أنه مؤسسة الغذاء والدواء أكدت سلامة هذا اللقاح. نعم بحسب يعني الدكتور الزتاوي الذي بين المملكة بأن الإقبال يعني لم يختلف كثيرا عن المطاعيم الأخرى، الدكتور الزتاوي أشار بأنه مثل عادة في مثل هذا الوقت وعندما كان يتم تقديم المطاعيم الأخرى كان قد يكون في بعض الأحيان نسبة الإقبال أقل من ذلك، لذلك الدكتور يقيم بأن الوضع يعني طبيعي. رصدت كاميرا المملكة تساؤلات لبعض المواطنين حول يعني نوع المطعوم الذي سيقوم بالحصول عليه، البعض يعني حقيقة أو هو ربما عدد قليل نقل لنا بأنهم يعني غير متشجعين للحصول على هذا المطعوم تحديدا، ولكن على الرغم من ذلك نشاهد بأن الجميع يقوم بأخذ المطعوم ومغادرة الموقع في هذا يعني حتى هذا النوع الذي حصلوا عليه. نعم. يعني وكافة المراكز الأخرى بحسب الدكتور الزتاوي الأمور تسير بها بشكل طبيعي، ولكن حقيقة ما يعني ما نرصده على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحظات المواطنين هناك تخوفات من هذا المطعوم، ربما كان هناك البعض يفضل أنواع أخرى الحصول عليها، لكن هذه الأنواع على ما يبدو بأنها غير متوفرة في وزارة الصحة في هذه الأثناء، ننتظر يعني خلال الأيام القادمة إذا ما سيكون هناك وصول دفعات جديدة أو مطاعيم جديدة للحصول عليها. هناك فيما يتعلق بموضوع التقديم عبر المنصة، يعني زرالدا حقيقة هناك أشخاص تقدموا عبر المنصة منذ أكثر من شهرين حتى اللحظة لم يتم الوصول إليهم يعني ولم يتم لم يحصلوا على المطاعيم اللازمة بحسب ما نقل لنا بعض المواطنين بأنهم يعني سجلوا منذ فترة ولكن لغاية اللحظة لم يصلهم الدور. الدكتور الزتاوي بيّن بأن تركيز هذه الفترة سيبقى على الأشخاص كبار السن ومن الأشخاص من أصحاب الأمراض المزمنة، وبيّن بأنه سيتم يعني العمل بطريقة حسب الفئات العمرية، على سبيل المثال يعني كما أوضح أيضا مصدر في وزارة الصحة بأن الشخص الذي يزيد عمره عن 50 عاما وتقدم عبر المنصة سيبدأ بالحصول خلال الأيام القادمة على المطعوم اللازم، بعد ذلك سيتم السير حسب الأولويات يعني لضمان تطعيم أكبر نسبة ووقاية أكثر الأشخاص والفئات الأكثر تضررا من الإصابة بفيروس كورونا. طبعا عندما نتحدث الدكتور الزتاوي تحدث عن ارتفاع في الإصابات، ولكنه بيّن أن إربد تعتبر أقل عن باقي المحافظات، نتحدث عن مستشفى الأمير راشد العسكري الميداني ومستشفى وزارة الصحة الميداني التي بدأت تستقبل يعني الحالات منذ أسابيع داخل هذه المستشفيات، نسبة الإشغال في المستشفى نعم. الميداني التابع لوزارة الصحة وفي العناية الحديثة وصلت إلى 60%، إضافة إلى 3 مستشفيات أخرى هناك أقسام بداخلها من ضمنها مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي لاستقبال حالات كورونا، يعني هناك ربما تزايد بعدد الحالات التي تدخل هذه المستشفيات بحسب مصادر في وزارة الصحة، هذا كله بات ينعكس يعني على المواطنين بجودة الخدمة الصحية المقدمة في الأقسام الأخرى، عندما نتحدث عن العيادات وعن أقسام أخرى داخل المستشفيات، هناك عيادات الآن في بعض المستشفيات أوقفت استقبال المواطنين، هذا كله يؤدي الآن يعني إلى تشكيل معاناة كبيرة على المواطنين، ربما بعض الحالات التي تتطلب المعالجة بشكل سريع أو بعض الحالات التي تضطر لمراجعة طبيب خاص نعم. وتحمل تكاليف مالية نعم باهظة ذلك كله بسبب إغلاق العيادات، لذلك هناك مطالبات بفصل يعني موضوع كورونا عن باقي الأمور الأخرى ليتمكن المواطنين من الحصول على خدمة شكراً. صحية بشكل سلس وطبيعي. شكرا لك أسامة المومني، كنت معنا من إربد.